انت اللي رشحت حسين الشحات؟ انا اللي رشحت حسين. انا رشحت حسين ساعتها لما كان في لا لا ما كان في الامارات، لما كان في شرقية الدخان ب 500,000 جنيه، كان عقد ب 500,000 جنيه في الشرقية للدخان. انت رحت جبته من ايام الشرقية؟ انا اتفرجت على حسين الشحات في الشرقية الدخان ما لا يقل عن 17 ماتش، وعشت معاه كل الظروف اللي انت بتقولها دي. كل الظروف. المدرب بتاعه بتاع شرقية الدخان ما قعده، كنت بروح الهرم اتفرج، كنت ببقى قاعد في المدرج. المدرب بتاعه مقعده وبينزل بيلعب اساسي، بيلعب احتياطي، بيلعب بره، بيلعب جوه. اتفرجت عليه في كل الظروف وقلت ان هو لعيب كويس استحق ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. بس انما انا كنت مجبتوش ليه؟ لان انا توصيات، انا اللجنه بتاعتي او الاداره بتاعتي كانت اداره توصيات. وهو كده مين القرار كان مع مين؟ مع المسؤولين اللي هم مين في التوقيت ده؟ بغض النظر بقى عن مين. لا انا مش فاكر والله. لا انا فاكر، بس مش عايز افكر الناس، مش مشكله. لا وده بيحصل في الكوره، ده تاريخ ما فيهوش حاجه. ما هو ده بيحصل في الكوره يعني. انا فاهم قصدي. لا مش يعني مش قصدي، انا قصدي اللجنه كانت مين بصفه عامه يعني. الاداره بتاعتي الاداره بتاعتي كان كابتن ناجي خليل وكابتن حمدي ابو راضي. تمام. وانا كنت لجنة مدير الكوره كانت مين؟ لجنه الكوره كان كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، كابتن هادي خشبه، كابتن سيد عبد الحفيظ كان منسق عام، كان في. انما هو في القرار في الاول وفي الاخر بيرجع للمسؤول عن التيم، عن الفيرست تيم. هو ده المسؤول. ان كابتن حسام بدري كان المدير الفني؟ كان كابتن حسام بدري المدير الفني. انما الكواليس انا ما اعرفش مين اللي رفضه او مين اللي ما رفضوش، او ممكن يكونوا شايفوا من وجهه نظرهم. شعورك اما تقعد كده وانت بتدردش تقول انا جبته ب 500,000 جنيه من الشرقيه للدخان في 2018، جه بعديها ب 160 مليون؟ لا شعوري عادي، لان ده بيحصل. هو جاب 160 مليون؟ جاب 160 مليون. انا ما اعرفش. جاب 160 مليون. هو ال 500,000 اللي كانوا كان شرط جزائي في عقده. انما بتحصل في الكوره طبعا، الفرق كبير جدا ورهيب. انما انت طالما ان انت متصالح مع نفسك وعارف ان انت دورك فقط استشاري، او ان انت تقول توصيات مش قرار يتاخد بيه، مش شرط ان هو يتاخد بيه، فخلاص الموضوع بالنسبه لك هم اصحاب القرار او الناس اصحاب القرار، ما فيهاش اي مشكله. ولكن انا جربت يعني بعد ما الموضوع حصل وتعاقده مع حسين الشحات، او النادي الاهلي تعاقد مع حسين الشحات، انت كنت ما بين نارين بقى. انا مبسوط جدا وثقتي في نفسي عليت جدا ان في لاعب. وخلي بالك مع قبل ما يجي حسين كمان الاهلي كان بيحقق نجاحات كبيره في الامارات، احسن محترف، احسن صانع العاب، مش يعني الكلام ده كله انت بتحس ده انا شفته وهو لسه صح. فانت بتتبسط. النقطه الثانيه اللي كانت بتزعلك ان بيتك بيدفع مكان قوي جدا كان ممكن يدفع فيه اقل من كده. ولكن اكيد حسين وهو جاي من الدرجه الثانيه ما كانش هيبقى بالمستوى الكويس لو كان جاي من مستويات عاليه زي العين الاماراتي. كنت لسه هسالك السؤال ده. ده لو جبته ب 500,000 افيد في التوقيت ده، ولا جبته ب 160 مليون افيد في التوقيت ده، انه كان افضل للنادي الاهلي؟ هناك اقاويل. انا هقول لك. انا ما الشغلانه اثرت عليك، الشغلانه مخليك تسال. بص هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه. ومش مدي مساحه. انت بتطلع كل يوم. ايوه صح. ماشي ثلاث ساعات. تمام. فانا يعني استاذن انا اطلع يوم. ايوه صح. ده يوم في كل قد ايه؟ طب نتكلم. حاضر. يعني انا اريك عارف انت هتسال تقول ايه. طيب لو ما طلعش هو السؤال قول لي. طب قول لي. بص التوقيت ان هو كان جيب 500,000 او دلوقتي جيب 160,000 انهي احسن؟ انا هقول لك على حاجه بحكم خبرتي برضو مع النادي الاهلي. اللاعب اللي بيجي من الدرجة الثانية على النادي الأهلي ما بينجحش. بيقعد فترة كبيرة عشان ينجح. اللاعب اللي بيجي وعنده خبرات ولعب على مستوى عالي وراح منتخب والكلام ده كله، هو ده اللاعب اللي بينجح مع الأهلي أو مع الزمالك، عشان ما حدش يفتكر إن أنا متحيز. أنا كنت عايز أسأل سؤال ثاني. دايما المبلغ الكبير اللي هو 160,000 صلاح محسن 40 مليون، صلاح محسن 40 مليون، بيبقى لود على ظهر اللعيب اما بيجي يقدم نفسه. الناس بتبقى منتظره ان هو هيجيب 50 جون كل ماتش. هو ده كان سؤال. الناس بتبقى فاهمه كده. انما هو اولا اللعيب مش دريان يعني الدفع فيا كذا، الدفع فيا كذا. ببقى فرحان بنفسي شويه، ولكن في الاخر ما انا هنزل ادي وهنزل اتمرن. المفروض ان انا لو انا تمني 500,000 او تمني مليون 100 مليون، المفروض ان انزل ادي بنفس القوه والاخلاص والحماس. ده رقم واحد. رقم اتنين، هي المشكله عند الجمهور بيحمل اللعيبه اكبر بكتير من طاقتها. يعني بيبقوا ما هو تمنهم دول اللعيب انت اول ما تقول لي 160 انا مستني موضوع تاني.
طبعا كلنا كنا مستنيين موضوع تاني. وحسين لسه ما قدمش المردود ده منه، خلي بالك وحسين عارف ده، هو لسه ما قدمش مردود ال 160 مليون. هو قدم مردود ان هو لعيب كويس ومهم في النادي الاهلي، انما لسه ال 160 مليون محتاجين حاجات تانية خالص، محتاجين ان هو ابو تريكه مثلا اللي هو كل ماتش يكسبك، غيابه بيبقى مؤثر جدا. لسه حسين ما وصلش للمرحله دي مع النادي الاهلي. ما رضاش طموح، لا مش طموحنا بس، طموح الاهلاويه. كان معاك انت انا لا انا طبعا لسه مش هو ده حسين الشحات اللي انا اعرفه او اللي انا اتفرجت عليه. يعني حسين الشحات بتاع الامارات اقوى بكتير من حسين الشحات بتاع الاهلي. دي وجهه نظري الفنيه طبعا. هو كشخص محترم في كل الاحوال، انما ككوره لسه ما قدمش المردود بتاعه اللي اتدفع فيه، او حتى اللي النادي الاهلي ده رضي ان هو يوصل بالصفقه دي للرقم ده عشان شاف حسين مع